السلام عليكم، حبيبكم فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيك رائع جدا، كيجي هشيش وزوين بزاف بطريقه مميزه. غادي نحتاجوا فيه 4 ديال البيضات، 7 ونص غرام سكر الفاني، 2 ديال الخمارات، كل كيس فيه 8 غرام، علبه من الياغورت بالنكهه ديال الفاني فيها 110 غرام. نفس العلبه كناخذوا بها القياس ديال الزيت السكر والدقيق. عندنا كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، 2 كؤوس ديال الدقيق، وقبصه ديال الملحه اللي هي ضروري في اي كيك. كنجيبوا الخلاط الكهربائي، هذه الكيكه سريعه جدا. كنديروا فيه البيض، كنديروا فيه الفاني، كنضيفوا السكر، الزيت، وقبصه ديال الملحه، وكنضيفو هذاك الياغورت، وغادي نطحنو كلشي مزيان. هنا بعد ما كنطحنو البيض مزيان مع جميع العناصر، كنضيفو الدقيق، وحنا كنخلطو دائما الدقيق اللي كيكون منخول مغربل، 2 ديال الكيسان، ما عامرينش بزاف. كنبقاو نضيفو والخليط راه كيتخفق حتى كنكملو هذيك الكميه ديال الدقيق كلها اللي عندنا. واخر شيء كنضيفو الخميره، 2 ديال الخمارات، كل كيس فيه 8 غرام، وكنعاودو نطربو كلشي مزيان ماشي مده طويله، فقط باللي ما انسجمت هذيك الخميره ودخلت مع الخليط ديال الكيك، وكنحبسو عليها. نجيبو قالب ديال الزاج اللي كيكون بهذا الحجم هذا، كندهنوه بالزبده وكنرشوه بالدقيق، وكنصبو فيه الخليط ديال الكيك. ندخلو الكيكه ديالنا الفران اللي تيكون بارد، كنشعل عليها غير من التحت على نار متوسطه جدا حتى كتنفخ وكتبان ليا طابت، عاد كنشعل عليها من الفوق باش كتحمر. نحتاجو في السيرو اللي غنسقيو به هاد الكيكه، كيعطي واحد الهشاشه واحد الرائعه. عندي 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، 2 علب ديال الفلون بالنكهه ديال الموز فيه 2.5 غرام، والعلبه الثانيه بالنكهه ديال الفاني، ممكن ديروهم بجوج بنكهه واحده. هنا ضروري تستعملوا 2 ديال العلب، اولا كديروا اي نكهه كتعجبكم. المهم النكهه ديال الموز كتعطي واحد الرائعه في هذه الكيكه. كنديروا نص لتر ديال الحليب، تنضيفوا عليه السكر من 2 معالق كبار حتى 3، وكنضيفوا عليه 2 الاكياس ديال الفلو. وغادي نديروا الخليط ديالنا بعد ما غنحركوه مزيان، غنحطوه فوق النار اللي كتكون متوسطه، كنخليوه حتى كيوصل لدرجه الغليان، كيغلى ويعاود صافي، وكنطفيو عليه البوطه. طيب الكيكه كنخليوها كتبرد شي شويه، من بعد كنسقيوها بهذاك الفلون هو سخون، كنسقيوها به مزيان وهي كتشربو. وكي ملي كتبرد كنعودو ملي كنبداو ناكلو في الكيكه كنحسو بهذاك الفلون الوسط ديالها، وكيخليها هشيشه بزاف وزوينه. كنتمنى تجربوها. دابا غنسقيها مزيان بهذاك نص لتر ديال الفلون، وغادي نخليها كتشرب وغندخلها للثلاجه ونخليوها كتشرب وتبرد مزيان. لاحظوا معايا بعد ما كتشرب هذاك الفلون مزيان وكيهبط للداخل، كنجيبو واحد 2 علب ديال ياغورت. انا هنا درت علبه واحده من ياغورت طبيعي بدون اي نكهه، مع علبه ديال ياغورت بالنكهه ديال الفاني. كنخلطهم مزيان وكنديرهم من الفوق ديال الكيكه من الوجه ديالها، كندهنهم مزيان. العلب اللي استعملت في كل علبه فيها 110 غرام، كديروا من 2 ديال العلب حتى 3، والنكهه اختياريه. بعد ما قديتها مزيان فوق من الوجه ديالها كنديرها في الثلاجه، وكندوزو غنوجد واحد الكراميل. عندي كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال العنبه، كنديرو فوق البوطه حتى كيصبح على شكل كراميل بهذا الشكل، ما كنخليوش حتى كيتحرق، غير كيذوب وكيولي اللون ديالو بني بهذا الشكل. كنضيفو عليه واحد 2 معالق كبار حتى 3 من ياغورت طبيعي، وكنحركو مزيان، والنار دائما هنا كتكون متوسطه باش ما يتحرقش لينا هذاك الكراميل.
كنخليوه بعد ما كنديروا ليه الياغورت حتى كيغلى ويعاود بحال هكا، وكنطفيو عليه البوطه، كنخليوه حتى وهو سخون عفوا، كنضيفو عليه واحد المعلقه صغيره ديال الزبده وكنحركوها معاه مزيان باش كتذوب بسرعه، وكنخليوه حتى كيدفى كنديروه في واحد البلاستيك غذائي باش كنزينو بيه الحلوه ديالنا. جبدو الحلوه ديالنا من الثلاجه بعد ما بردات، كنديرو كنكونو درنا داك الكراميل في بلاستيك غذائي بعد ما دفى، وكنديرو به خطوط بهذا الشكل هذا، وكنجروهم بواحد الهويت وكيعطينا واحد الشكل ومذاق ايضا رائع. الان غادي نقطع لكم الحلوه ديالنا باش تشوفوها كيف كتجي. كتجي بنينه بزاف، هي رائعه. داك الفلان كيجي فيها الوسط كيعطيها واحد المذاق هائل وواحد الهشاشه. كنتمنى انكم تجربوها، وصفه سهله وبسيطه والمذاق ديالها كيجي رائع. الان غادي تشوفوا كيف كتجي معايا من الداخل. كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي مسقيه بهذاك الفلوم من الوسط يجي فيها في الوسط، يعني كتجي شيشه بزاف. وغادي نقطعها لكم باش تشوفوها من الداخل كيف كتجي. تجي لذيذه بزاف وهشيشه. كنتمنى تجربوها. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليو لي جيم، تشاركوه مع الاصحاب والاقارب ديالكم باش تعم الفائده، وتشتركوا معايا في القناه الى كنتو باقي ما مشتركينش. ما تنساوش تضغطوا على الجرس اللي كاين حدا زر الاشتراك باش توصلوا دائما بالجديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.